مرحبا، اليوم أنا حابة أحكي لكم عن أفضل الأوقات لتناول بعض الفيتامينات المتداولة، لأنه إذا تناولتوهم بأوقات غلط ما رح تستفيدوا منها، بينما إذا اخترتوا الوقت الصحيح رح تحصلوا على الاستفادة القصوى منها. أنا كوتش ندى، مدربة تغذية وصحة، تابعوني بهذا الفيديو. أول شيء لازم نفهم منيح انه بيعتمد افضل وقت لتناول الفيتامينات على نوع الفيتامين اللي عم يتم تناوله. فهناك بعض الفيتامينات اللي يفضل تناولها على معدة فارغة، وفيتامينات بينصح بتناولها اثناء تناول الطعام، واخرى بينصح تناولها بالمساء، وهالشي بسبب اختلاف طريقة امتصاص كل فيتامين بالجسم. طبعا انا ما عم اقول خذوا كل هاي الفيتامينات اللي رح اذكرها بهذا الفيديو، بس انا رح خبركم لو كنتوا بتاخدوا اي منها شو هو افضل وقت لتناولها. هلأ في عنا عدة انواع للفيتامينات. اول شي عنا الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين سي وباء. اول شي فيتامين سي بيعطيكي طاقة، بيساعد على امتصاص الحديد وما بيخزنه الجسم، بيدوب بالمي، مشان هيك فيكي تتناولي بأي وقت من أوقات اليوم، أنا بفضل بالصبح. ثانياً فيتامينات باء، هاي الفيتامينات رائعة، أو بي كومبلكس، لأنه بتعطيك طاقة وبتزيد الاستقلاب بالجسم، يفضل تناولها بالوقت نفسه يومياً، ولأنها بتحتاج لوسط حمضي بقلب المعدة، لذلك أفضل وقت لتناوله هو على الريق قبل الأكل بساعة على الأقل، يعني عند الاستيقاظ من النوم، ولأنها بتساعد على تعزيز الطاقة، وفيتامين بي 6 ممكن يأثر على النوم، لذلك الأفضل تناوله الصبح ومو المساء. هون بحب خبركم أنه في فيتامين رائع عنا بالشركة بيجنن، بيعطيك طاقة، فيه فيتامينات بي كومبلكس وفيه فيتامين سي، رح يخليكي أو يخليك كل النهار متنشطة، مخك متيقظ، عم يساعدك على التركيز أكثر وتأدي مهامك اليومية بدون خمول. تواصلي معي بالخاص لحتى أعطيكي شو هو وكيف تتناولي. ثلاثة، عنا الكولاجين الرائع يلي بيحافظ على نضارة بشرتنا وشبابها، بيخفف آلام المفاصل وبيعزز صحة الشعر والأظافر، وكتير اشياء حلوة. يحتاج تناوله لوسط حمضي، يعني المعدة تكون فارغة وهادية، معناها قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين. رابعا الزنك، الزنك رائع ومفيد جدا للمناعة، للجلد، للأظافر، للشعر، والأفضل تناوله كمان على معدة فارغة قبل الأكل بساعة من الغداء أو بعد الأكل بساعتين أو ثلاث ساعات. خمسة، الفيتامينات القابلة للذوبان بالدهون، مثل فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين هاء، فيتامين كاف، حتى الأوميغا 3. هاي الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون، وبالتالي أفضل وقت لتناول هاي الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هي أثناء تناول الوجبات أو بعد الوجبة مباشرة، بس مو أي وجبة، الوجبة اللي بتحتوي على الدهون، ويفضل اختيار الدهون الصحية مثل الأسماك الدهنية، المكسرات، الأفوكادو، زيت الزيتون. سادساً الأوميغا 3، فعلاً رائع لصحة القلب وتحسين الدورة الدموية والشعر والبشرة، الأفضل أنه تتناوله مع الأكل أو بعده مباشرة. أنا ككوتش وبشتغل مع شركة هيربالايف، عندي مجموعة فيتامينات نخب أول، إن كان كولاجين ولا إن كان أوميغا 3، من نخبة الأنواع وأطباء هنن اللي حاطينها. مثل ما بتعرفوا بكل تأكيد إنه في فيتامينات نخب أول، في فيتامينات نخب عاشر وهيك، وهدول الأوفر ذا كاونتر ما بحبهم أنا كتير بصراحة. أنا بفضل لما بدي أخذ شيء لجسمي يكون نخب أول. إذا حابة تعرفي أكثر من وين فيكي تحصلي على هاي الفيتامينات، خبريني تحت بالكومنت أو تواصلوا معي عبر الخاص على إنستغرام. سابعاً، مزبوط الحديد. بدراسة للكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة أشارت أنه بيتم امتصاص الحديد بشكل أفضل لما ناخده على معدة فارغة، وإذا معدتك بتعبك
خده بعد الأكل بساعة لساعتين، وانتبه إنه لا يمكن امتصاصه بشكل صحيح إذا تناولنا منتجات الألبان بوقت قريب. مشان هيك خلي فرق على الأقل 3 ساعات بينه وبين تناولك لمنتجات الألبان، أوكي؟ بالمقابل بيتم امتصاصه بشكل رائع مع فيتامين سي. مثلاً بإمكانك تناول فيتامين سي يلي بتاخده من الصيدلية، أو شرب عصير البرتقال. 8. كبسولات الفيتامينات المتعددة. طيب هلأ بعد ما عرفنا نحنا بشكل عام أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات كل واحد على حدة، مهم نعرف أنه الكبسولات المتعددة هي فيتامينات بتجمع أكثر من نوع فيتامين بكبسولة واحدة، وممكن تحتوي على معادن إضافية لتعزز فوائدها. غالباً تحتوي الفيتامينات المتعددة على بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذلك ينصح بتناولها مع الوجبة ليسهل امتصاصها. بس طبعاً بدنا نقرأ الليبل ونشوف شو نوع الفيتامينات الغالب بداخل العلبة ونتناولها بالوقت المناسب على هذا الأساس. وأحياناً بيكونوا كاتبين من بالليبل إنه الأوقات الأفضل لتناول هذا الفيتامين. وهلأ بنجي للوقت الأفضل لتناول بعض المعادن. تاسعاً وأخيراً الكالسيوم والمغنيسيوم. بتشير بعض الأبحاث لأنه ممكن يساعدوا على النوم. كمان المغنيسيوم بيساعد على تنظيم وظيفة الأعصاب، التحكم بضغط الدم، بناء العظام، بالمشاركة مع الكالسيوم. لذلك تناولهم معاً بعد العشاء أو قبل النوم هو أفضل وقت. بتمنى أن أكون غطيت معظم الفيتامينات المهمة والمتداولة، وما تنسوا استشارة طبيبكم قبل تناول أي نوع فيتامين، وفي حال واجهتكم أي مشكلة عند تناولهم. أنا كوتش ندى أنجلينا، مدربة تغذية وصحة. إذا بتحبي تتواصلي معي لساعدك على تنزيل وزنك بطريقة صحية، معلوماتي موجودة بالوصف تحت. بتمنى أسمع آرائكم عن هذا الفيديو إذا حبيتوه. إذا بتحتاجوا معلومات أكثر عن أنواع فيتامينات تانية أكثر، خبروني تحت بالكومنت. وشكراً.